نشوف هنا الزرافة مين متكونة؟ من رأس وجذع وأطراف. قلنا عندها أطراف أمامية وأطراف خلفية. وين تعيش الزرافة؟ بالمزرعة. بالغابة. وين تعيش؟ بالغابة. وليش رقبتها طويلة؟ شو تساعدها؟ توصل أوراق الأشجار العالية. توصل أوراق الأشجار العالية. انتبهوا راح أرجع أسألكم مرة ثانية. زين، هنا عندنا قلنا السمكة مين متكون جسمها؟ رأس جذع. رأس جذع ذيل. رأس جذع ذيل. رأس جذع ذيل. مين متكون جسمها؟ رأس جذع ذيل. شو يغطي جسمها؟ قشور. وين تعيش؟ بالماء. من يساعد على التنفس؟ خياشم. خياشم. من يساعد على السباحة؟ زعانف. زعانف. من يساعد على السباحة؟ زعانف. أحسنتم. زين،